فمن الاشياء اللي داخلين جداد اليوم في تادي هي هذه الصينيه، راه هي كبيره اللي فيها المرايه وفيها هذا النقش. غادي نقرب لكم شوفوا النقش اللي فيه، راه هي نتاع الحديد صراحه رائعه. غادي نشوف معكم الثمن ديالها، الثمن ديالها 7 اورو. ودخلوا حتى هادو اللي كنديروا فيهم الشميعات، ها هي من الداخل دخلوا فيهم اللون الفضي. غادي نشوف الثمن 3 اورو، وكاين حتى اللون لون ذهبي كما كتلاحظوا. ودخلوا حتى هادو نتاع الشميعات الاخرين كانوا فيهم غير وحده، هادي فيهم 3، قدروا ديروا 3 نتاع الشميعات لداخل، دخلوا فيهم اللون الذهبي. ها هما الثمن ديالو هذا 5 اورو. ودخلوا حتى هادو لاحظتهم، هما هادو هما فيهم هاد الدجاجة، تقدروا تحيدوها بحال هاد الطريقة. عندهم هاد الدجاجة هنايا كتحطوها هكا، الشكل ديالها رائع. ها هي باللون الأسود، شوف الثمن ديالها 3 أورو. وعندهم حتى هذا تاع الحديد، الثمن ديالو 4 أورو. ها هو تقدروا تحطوه كديكور، أو ممكن تحضروه تقدموا به أي حاجة. كاينين حتى هاد السلات اللي الثمن ديالها 3 أورو. ها هي غادي نبعد، تقدروا تستعملوه كديكور، ممكن تستعمل فيه الخضر أو الخضر والفواكه، أي حاجة بغيتوها. ودخلوا هاد هذا راهو تاع الدجاج، الثمن ديالو 4 اورو. تقدروا ديروا فيه الورود او لا ديكور، وممكن تستغلوه في اي حاجه ماشي ضروري في الديكور، وحتى في المكله حيت تاع الدجاج باش ما غاديش تخافوا. ها هو، وكاين حتى هذا تاع الدجاج حتى هو الشكل ديالو عجبني، الثمن ديالو 4 اورو كما كتلاحظوا. ودخلوا حتى هاد المزهريات كما كتلاحظوا، راهما كبارين بزاف. غادي نقرب معاكم، ها هو الشكل ديالهم، غادي راهما ثقالين. غادي نشوف معاكم الثمن، الثمن ديالو 7 اورو. ها هما الشكل ديالهم. ودخلوا حتى هادو اللي كندير فيهم الشميعات، وهذا على ما اظن كيصلح حتى للدوش حيت هذا الستايل اللي داروا ليه. هذا الثمن تاع هذا اورو 50. ها هو، وكاين هذا مكتوب فيه هابي، حتى هذا تقدروا تعلقوه منه وتقدروا تحطوه. شوف الثمن ديالو هذا، حتى هذا اورو 50 سنت. ها هما. ودخلوا حتى هادو هاد الكؤوس اللي نقدروا نديروا فيه الشميعات، الثمن ديالهم اورو 50. كاين هذا اللون الاحمر والاسود، هو كيبان لي بحال الابيض. ودخلوا حتى هادو، حتى هادو كنديروا فيهم الشميعات، الثمن ديالو 3 اورو. ها هما. وعندهم حنايا حتى هذا اللي كنحطوه في الدار او في الدخله نتاع البيت، اللي نقدروا نديروا هنايا الصوره اللي مكتوب فيهم باللون الابيض، الثمن ديالو 3 اورو. وكاين نفسه حتى هو بهذا الشكل، حتى هو الثمن ديالو على ما اظن حتى هو الثمن ديالو 3 اورو. شوف ها هو الثمن هنايا 3 اورو. وعندهم حتى هذا اللي نقدروا ديروا فيه الصور في
نقدروا ديه نديروا فيه 5 تاع الصور. غادي بعد باش غادي تشوفوا هو راه هو كبير بزاف تاع الخشب، وهنايا تاع الجاج. غادي نشوف الثمن ديالو، 25 أورو. وعندهم هادو على شكل مفتاح اللي كنديروه في قدام الباب، كنعلقوا فيه الصور تاع الدار، مكتوب فيه هوم سويت. ها هو الثمن ديالو 4 أورو. كاين فيه اللون الابيض واللون الكري. وعندهم حتى هذا، ها هو تاع الخشب باللون الذهبي، مكتوب فيه ليبلينكس بلاتس، المكان المفضل بالعربية. هذا 2 أورو. حتى هذا نفس الكتابة، عيل داروا لي هذا الشكل تاع الكتابة، المكان المفضل. هذا 1.50 أورو. ودخلوا حتى هادو اللي نقدروا نعلقوه في الباب، مكتوب فيه دريم هنايا. عنده هنايا هاد الخيوط في باب نتاع الغرفه اللي كيصلح. هادو كاين هذا باللون الوردي، وكاين هذا باللون الاخضر. غادي نقرب لكم، ها هو كيفاش كيجي. والثمن ديالو 5 أورو. وكاين هذا اللي كيتعلق في الباب، هذا الثمن ديالو 2 أورو. ودخلوا حتى هادي، هادي اللي كنقدروا ثم نعلقوها في البيت، ديروا فيهم هنايا، تعلقوا هنايا التصاور ديالكم، وكدير هنايا الضو، كديروا هنايا الحجيرات، وكدير الاضواء. الثمن ديالها 5 أورو. هي الشكل ديالهم. ودخلوا حتى هادو اللي كيلصقوا في الحيط تاع الضغايدي، تقدروا ديروهم حتى في الحمام. الثمن ديالو 2 أورو. ودخلوا حتى هادو اللي عجبوني بزاف، هادو هو كبير بزاف. هذا داير بحال بلاستيك، داك بلاستيك اللي كيتسمع فيه هاد المربعات، نقدروا نديروا فيه شي اكسسوارات او شي حاجه صغيره. ها هو الثمن ديالو 5 أورو. وعندهم هاد الصينيه دخلوها جديده، ها هي تاع الخشب، الشكل ديالها كيفاش دايره. ها هي الثمن ديالها 5 أورو. ودخلوا حتى هاد الطاولات، ها هي اللي عندها هنايا هاد الغطاء، هنا نفتحو. ها هو نقدروا نديروا فيه الوسادات صغارين، اولا شي غطاء كنحتاجوه غير في الليل، نديروه في الصالون وكنخرجوه، حيت بزاف هاد الكليك كنشوف كيديروا ليهم. الثمن ديالو 10 أورو. ودخلوا حتى هادو فيهم الارقام، كاين رقم 4 و3، راهما تاع الجاج. الثمن ديالهم 1.50 أورو. وكاينين هادو اللي فيهم هاد الكتابة نتاع إنجليزية، الثمن ديالها 3 أورو. ودخلوا حتى هاد القراعي، هادو ديكور اللي دارو ليه، هادو صغارين، الثمن ديالهم 1 أورو. وكاينين هادو اللي هما كبارين على هادو، هما الاشكال
فيه. هذا الثمن ديالو حتى هذا اورو 50، هذا اورو، هذا اورو 50. ندخلوا حتى هاد الشميعات باللون الاسود، ها هو الثمن ديالو 4 اورو، هذا الكبير، وكاين الصغير الثمن ديالو 3 اورو، وكاين حتى الذهبي، ها هو الثمن ديالو 4 اورو، كاين البرونو 3 اورو، ها هما الالوان اللي داخلين فيهم. ودخلوا هاد السلات، هادو عندهم جوج تاع اليدين، هو الشكل ديالهم، الثمن ديالهم 5 اورو، وكاين هاد الشكل الدائري، ها هو تقدروا تحطوا فيهم الخبز اي حاجه، الثمن ديالو 6 اورو. ودخلوا حتى هادو، هادو الشكل ديالو، ها هو تقدروا ديروا فيهم حتى هادو الخبز اي حاجه بغيتوها، الثمن ديالو 5 اورو، راه هو كبير، ها هو. فمن الاشياء اللي داخلين جداد هما هادو، هادو اللي خدامين راهم تاع بلاستيك، خدامين بالحجر، ها هو كيديروا الاضواء، نقدروا نديروهم في البيت نتاع الدراري، ما في غادي نديروا الحجر، دخلوا فيهم القلب، وهذا على شكل هلال، كاين على شكل نجمه، وكاين هذيك الشجره، الثمن ديالها 2 اورو. وعندهم حتى هذا الكادر تاع الصور، ها هو هذا نتاع الحديد كما كتلاحظوا، هذا الثمن ديالو 4 اورو. كاين هذا نتاع التوب، اللون ديالو غوز بيبي، حتى هذا 3 اورو. كاين هذا الشكل رائع، حتى هذا 3 اورو. لاحظت اليوم حتى في هذا اليوم دخلوا في الجهه نتاع اللوازم تاع الحلويات كما كتلاحظوا دابا، دخلوا هادو اللي كنديروا فيهم ميني كيش او الحلوه اللي هما صغارين، هما فيهم ستة باكيه، الشكل ديالهم رائع، اول مره كنشوفهم هنايا، الثمن ديالو اورو 50. هادو صراحة هادو رائعين. ودخلوا حتى هادو راهم تاع الحديد، كنقدروا نديروا فيهم اي حاجة، كوكيز او اي حاجة بغيتوها، هادي الثمن ديالها 3 اورو. كاين هادي الاشكال. ودخلوا هادو في الجهة تاع بلاستيك، هادو راهم تاع بلاستيك، هادو الثمن ديالهم اورو 50، ها هو كاينين هادو الثمن ديالو اورو، هادو اللي لاحظت راهم داخلين جداد، اما هادو راهم دايما موجودين، هادو نتاع بلاستيك. ندخلو حتى هادو، هاد السات نتاع البنات الصغار اللي يلاه بداو كياكلو، اولا هادوك اللي كبارين في السن تاع 3 سنين ربع سنين وهكاك عامين، فيها الطبسي وهاد الزلافة وهاد الكأس مع الفرشيط والمعلقة، كاين فيه اللون الوردي وكاين اللون الأزرق. شوف الثمن ديالو، الثمن ديالو 5 أورو،